بدأت الجمهورية الأولى عام 43 وفق وثيقتين تأسيسيتين، أولى هي الدستور الرسمي والثانية هي تفاهم شفهي بين الرئيسين بشار الخوري ورياض الصلح، عرف باسم الميثاق الوطني. قام الدستور يومها على فصام سياسي، إذ أكد المساواة السياسية والقانونية والمدنية لجميع اللبنانيين بما هم مواطنون بقدر ما أسس للامساواتهم السياسية والقانونية والمدنية بما هم رعايا ينتمون إلى جماعات دينية تتحصص السلطة السياسية والوظيفة العامة. غير أن الميثاق الوطني حدد مجموعة ثوابت أبرزها الصيغة التشاركية في السلطة بين المسلمين والمسيحيين والإجماع على أن لبنان ذو وجه عربي وأن لا يكون ممرا ولا مستقرا للاستعمار. ومنذ ذلك الوقت بدأت الجمهورية الأولى بالإبحار في بحر هائج، فتصدع الميثاق الوطني نتيجة انقسامات داخلية تحولت في عهد كميل شمعون إلى صدامات مسلحة عام 58، وتحديدا بعد العدوان الثلاثي على مصر، حيث كان رئيس الجمهورية مقربا من حلف بغداد المناوئ لجمال عبد الناصر في مكانة القيادات الإسلامية ككمال جنبلاط ورشيد كرامي تطالب بالوحدة مع مصر وتدعو لقطع العلاقات مع الدول الغربية المتورطة في العدوان. في عهد فؤاد شهاب دخل لبنان في مشروع بناء الدولة لنحو عقد من الزمن قبل أن تعود الأزمات السياسية لتتفاقم وتندلع حرب 75. انتهت الحرب باتفاق طائف عام 90. يومها أعيد التأكيد على الصيغة نفسها ولكن بصلاحيات مختلفة للرئاستين الأولى والثانية، وأعيد إنتاج الميثاق نفسه ولكن بين أمراء الحرب الذين أصبحوا لاحقا زعماء الأحزاب السياسية الحاكمة. من 90 حتى 2005 كان النظام ممسوكا لا متماسكا. عاد النظام بعد الخروج السوري من لبنان إلى تجدد أزماته بعد غياب الرعاية الأجنبية لاتفاق طائف، ومنذ ذلك الوقت ومعضلة إصلاح أو تجديد أو تغيير النظام تطرح نفسها عند كل أزمة. بدنا نتعلم ننتقل من كوننا موارنة وسنة وشيعة ودروز إلى كوننا لبنانيين، مواطنين لبنانيين مثل كل بلاد العالم، وقال ما فينا نكمل يعني على المنوال هذا، ما فينا نكمل. هلأ اللي صاير دي فيدرالية الطوائف صايرة ستار للسرقة والنهب. لم ينجح الطائف بدفع الطوائف نحو العبور إلى الدولة، لا بل العكس، بات البيت اللبناني بحاجة إلى منازل كثيرة كما وصفه المؤرخ كمال الصليبي. فانتفخت أحجام الطوائف وانقسمت على نفسها إلى مذاهب، وباتت المذاهب ستارة للمحاصصة والفساد والإدارات الرديفة للبلاد. تغيرت الديموغرافيا والتحولات الإقليمية فأضافت بعدا آخر لأزمة النظام والميثاق. اصطدم النظام بعقم دستوري، واصطدم توزيع الصلاحيات بين الرئاسات بتعطيل أي إصلاح ممكن، فألغت صلاحيات دور صفارة الحكم للرئاسة الأولى، وكبلت المؤسسات بفيتو الميثاق. أفلست الدولة متمسكة بالميثاق وسقطت مبادرات كثيرة آخرها المبادرة الفرنسية، ولكن وحده النظام ظل صامدا. وعليه يطرح البعض أن الخروج النهائي من الأزمة يتطلب عقدا سياسيا جديدا. يكثر استخدام مصطلحات الفيدرالية أو اللامركزية الموسعة أو الدولة المدنية كخيارات بديلة من دون تحديد مفهوم كل منها لصيغة الجمهورية الأولى. وإذا كانت قناعة تغيير النظام في لبنان لم تدخل بعد إلى قاموس اللبنانيين رغم كل الخسارات المتراكمة، قد يكون وحده زياد الرحباني من أدخلها، ولكن مع نغمة غير له النظام.